بدأت معاناتي يعني إنه كان بيجيني إسهال، صار لي 6 شهور من إسهال ونزيف وورم في الرجلين، كانت أكثر يعني أصعب 6 شهور مروا عليا. لدرجة إني ما قدرت أمارس حياتي يعني بشكل طبيعي، يعني إنه بتضايق كتير، يعني ما بقدر حتى أطلع برا وهيك، إنه بصير معي إسهال كتير. أصعب 6 شهور مر علي إني كنت حتى بنتي يعني ما بقدر أدرسها مثل العادة، وما بقدر أطلع مثل العادة بس يصير معي إسهال. كتر هاي الأوجاع يعني اتجهت للمستشفيات، بس للأسف يعني الدكتور ما كان عارف شو مرضي، حتى سوى لي تحاليل وهيك وطلع الدم يعني بوزيتيف، بس إنه ما يعني ما عرف شو مرضي وقال لي خلاص يعني، ولا عطاني أدوية ولا شيء، وظل الإسهال نفس الشيء يعني. حتى رجعت له مرة ثانية عملي أوتراسات قال لي ما في شيء، بس بعدين توجهت للدكتور ثاني يعني هو اختصاص نسائي ما له خص يعني بالجهاز الهضمي وهيك، بس هو قال لي لا يعني روح للمنظار وهيك. بس أنا كان عندي طرف يعني سافرت وضل نفس الشيء إسهال وبرجع وهيك، بعدين رجعت شفت الدم نفس الشيء، وإني على طول بدوخ يعني عندي دوخة. وبعدين توجهت مستشفى كليفلاند الدكتور عمار خير، المريضة استمرت في حدوث النزيف من خلال المستقيم بفترات متقطعة. للأسف هي كانت مسافرة فتأخر المنظار لحد شهر 9، فتأخر الشهرين من المنظار واللي هو وقت حساس جدا. خلال 6 شهور هدول كنت يعني أي شيء باكله برجع، أي شيء باكله برجع، كانت يعني معاناة كبيرة. السلام عليكم سيدة عربية، كيفك؟ زي ما اتفقنا إن شاء الله اليوم حنعمل المنظار، حنشوف المنطقة اللي فيها المشكلة، نقيمها بالضوء المتخصص اللي تكلمنا فيه. بعد كده على حسب المعطيات حنشوف إذا كان الخلايا بالتقييم المنظاري إنها لسه في الطور الحميد، إن شاء الله هنحاول نشيلها بالمنظار ونعملك إن شاء الله العلاج المطلوب. في حالة لا سمح الله حصل فيها التحول، في الحالة دي بناخد عينات إضافية عشان نثبت الحالة، وفي الحالة دي زي ما اتفقنا هنمشي على طول إن شاء الله على الجراحة اللي هي هنعمل عليها ترتيب في أقرب فرصة ممكنة. فمشي لها إن شاء الله عزيزة وغالية وكله خير يا ست الكل. شوفك على خير. عملني المنظار يعني انه طلع عندي اورام. عندما عملت المنظار حق القولون وجدوا اورام كثيره، بس كان في ورم كبير واشتبهوا فيه وشخصوه انه هو سرطان القولون. ومعظم العينات اللي تؤخذ من المريض تكون في طابع حميد، بس بعضها يكون فيها تغيرات خبيثة بس في بداية الأمور، وإحنا من المختبر نعطي تحليل دقيق على العينات هذه تكون مدروسة بشكل جيد بخاصية بالصبغات المخبرية أو التحليل المخبري. قعدنا مطولا أنا وياها حكينا بنتائج الفحوصات والصور والناظور اللي عملته، وهذا الناظور أظهر وجود 3 أمكنة بالكولون الأيسر يلي كان فيها كتل لحمية كبيرة، وكان في شك على وجود ورم بهيدي الكتل اللحمية. وطبعاً أخذ خيارات العلاج بهالحالة هيدي، ممكن يكون العلاج الجراحي والاستئصال. عدنا وحكينا بالخيارات، حكينا بالخيار العلاج الجراحي، طمنتها أنه العلاج الجراحي ممكن يكون شافي بأكثرية الحالات، والعلاج الجراحي بينعمل بطرق بسيطة
باستعمال الروبوت أو باستعمال تقنية الثقوب اللي هي ما فيها شق بطن أو فتح للبطن، وإنما بتنعمل بجروحة بسيطة مع تعافي سريع. المريضة كانت قلقة من التشخيص، ما في حدا بيكون عنده تشخيص لإمكانية وجود ورم بالكولون وبياخد هذا الأمر باستخفاف. كانت قلقة من إنه هي صبية بمطلع العمر بدها تعمل عملية جراحية وتبعات هيدي العملية الجراحية، وطبعا من ضمن الأسئلة لما عم نحكي على الخيارات العلاجية كانت هي عم تسأل هل ممكن يكون في خيار آخر غير جراحي. ضليت فترة ورجعت عملت المنظار مرة ثانية، شال الأورام الحمد لله كلها. سلام، الحمد لله على السلامة. ها كيفك الحين؟ الحمد لله أبشرك، يعني الإجراء الحمد لله عملناه وكل حاجة تمام. بالنسبة للحمية اللي هي شافوها في الأول، أنت حقيقة ما كان عندك واحدة، كان عندك خمسة، أنا لقيتهم اليوم. الخمسة كلهم شلناهم، في اثنين منهم حصل فيهم بالتأكيد بعد التقييم الضوئي اللي عملته حصل فيهم التغير السرطاني، لكن الحمد لله يعني الوضع حقهم كان يسمح انه نعمل عليهم استئصال منظاري، والحمد لله انا شلتهم. حوريك ليهم هنا بالصورة، هنا دي هم اهم لحميتين اثنين. فبالتقييم المنظاري زي ما انت شايفة المنطقة دي هي اللي فيها التحول السرطاني، لكن حواليها كان لسه بالطول الحميد، فغالبا اللي حصل لما أخذوا العينة أخذوها من المنطقة الحميدة بس ما قدروا ياخذوها من المنطقة اللي هنا. العينة بعد ما شلناها أنا عملت عليها تثبيت بطريقة معينة بحيث أنه تعطيك إن شاء الله أفضل فرصة بعد ما دكتور المختبر يراجعها يقدر يأكد لنا أنه العلاج اللي عملناه اليوم علاج شافي وأنه ما نحتاج العملية. فالخطوة الجاية إن شاء الله بنستنى النتيجة حقة المعمل واللي هي غالبا تطلع خلال أسبوع، وبعديها إن شاء الله بنحدد إذا كان العلاج اليوم يكفي أو نحتاج أي علاج إضافي. عينة المختبر آنذاك ورت إنه العينات حميدة، ولكن الاشتباه المنظاري كان بيشتبه بشكل كبير إنه يكون الورم اللي عندها ورم سرطاني. وبالنسبة إلى مريضاتنا العربية تم التأكد من ناحيتنا أن جميع النتوءات هذه تم استئصالهم بشكل تام، وإن شاء الله تم التأكد أن ما في أي خلايا سرطانية أخرى بالقولون. الدكتور فايق حولها على قسم الجهاز الهضمي وحولها علي عشان نعمل تقييم ونشوف إذا كان في إمكانية أنه نعمل على استئصال بالمنظار ونتحاول نتفادى الجراحة والمضاعفات. اليوم الحمد لله يعني بعد ما تقعد معانا تاني حوالي ساعة أنا عايز أشوفك تاني قبل ما تمشي، بس إن شاء الله اليوم تطلع البيت وما في مشكلة أبدا. لو حسيتي نفسك إنك أنت يعني عايزة تأكل اليوم، أنت الآن بتكون على السوائل، إذا حسيتي نفسك جعانة اليوم الليل ممكن تأكلي، وبكرة في كل الأحوال ترجعي لأكلك الطبيعي إن شاء الله. وأنا بعملك إن شاء الله موعد معي خلال الأسبوع القادم بحيث أنه نراجع النتائج، ولو في أي مشكلة حطيك رقم برضو إذا حصل عندك أي مضاعفات أو أي مشاكل تتواصلي معنا بشكل مباشر، وبعد كده نقدر نحدد إيش الخطوة القادمة. وهون بقى بيجي الدور اللي بتلعبه مستشفى مثل مستشفى كليفلاند كلينيك أبو ظبي يلي فيها أطباء فعلا عندهم كل الإمكانيات والاختصاصات النادرة يلي مش موجودة بأماكن أخرى. ومن حظنا أنه في زميل لقلنا اللي هو الدكتور عمار خيري اللي هو متخصص بإزالة هالأنواع من الأورام والبوليبات عن طريق المنظار بدون جراح. فأنا دغري تواصلت مع الدكتور عمار ودرسنا على الحالة، وأحد
الأشياء البارزة بمستشفى كليفلاند كلينك أبو ظبي هي إمكانية تواصل الأطباء باجتماع دوري، بندرس حالات المرضى كلياتها ومنحاول ننقي شو هي التقنية الأفضل لعلاج المشكلة اللي بتكون موجودة عند المريض بمساهمة كل الأطباء من جميع الاختصاصات لحتى نعمل خطة علاجية مناسبة لكل مريض بكل حالة فردية. الخطورة الأساسية في استئصال أورام سرطانية بشكل عام هو موضوع النزيف أو لا سمح الله يحصل ثقب في الجدار، لكن بوجود المعدات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في الضوء اللي هي تساعدنا في التقييم الدقيق للخلايا واستخدام برضو فريق يعني وجود فريق عنده خبرة وكفاءة عالية بيسهل جدا انه يكون العلاج ناجح، والحمد لله في حالة عربية الأورام انشالت بشكل كامل ومن غير ما يحصل عندها نزيف او ثقب لا سمح الله. كيفك اسم عربية ران بعد المنظار؟ الحمد لله سعيد. زي ما قلنا عملنا النظار وشلنا الخمس الأحذيات، قد في الاثنين تيو وده هم في من السرطان. الحمد لله نتيجة المعمل أثبت إنه النظام من السرطانية خصوصا كلها نشرت بالكامل، والحمد لله النتائج كلها في صالحك. سمعناها أيضا للعلاج الحمد لله ما نجح، وما في احتياج للجراحة وما في احتياج للكيماوي. زي ما ذكرت لك ناقشنا الحالة حقتك في اللجنة حقت الأورام، والحمد لله الفريق كله يعني أكد إنه حاليا بس هنكون على المتابعة الدورية، فبنشوف إن شاء الله تحاليل دم، نجيب بناء تحاليل دم وميلة تحاليل كل ست شهور لمدة السنوات القادمة، هنحدد بعد كده ممكن تكون بعد فترة سنوية. الشيء الثاني هيكون في صورة هنعمل ترتيب عليها نهاية تصوير البطن. طبعا أنت صغيرة في العمر واللحميات كانت كثيرة والأورام كان عندك ورمين في نفس المفصل سرطانيين. العينة المبدئية في التحليل حق العينة اللي شلناها ما في عندك مرض وراثي، لكن أفتكر إنه ممكن يكون في فائدة إنه عملنا التحليل إن المفصل عن طريق الدم، فبعمل لك تحويل على استشارة الجينات عشان نقدر نعرف إنه زاد عينة عندكم إذا كان في احتياج إنه يبدأ البرنامج الوقائي من سرطان القولون بشكل مبكر، ولو إن شاء الله حيكون برضو مفيد عشان بنتك الله يحفظها إن شاء الله. لأن الحين شفيت وما استحق ولا دواء ولا شيء، يعني إنه علاج كيميائي أو أشعة. الحمد لله بشكر كتير دكتور عمار خير وبشكر الفريق الطبي مستشفى كليفلاند. أشكر الأخت عربية في ثقتها فيني وفي المنظومة بتاحت الفرصة إن نقدر نساعدها، وأتمنى لها كامل الشفاء وطول العمر والصحة والعافية. أنا بحب أستفيد من هالفرصة ونوجه رسالة للمجتمع ككل ولكل فرد قاعد عم يستمع لنا اليوم، على أمل أنه نستفيد من الحالة تبع مريضتنا ونعمم هيدي الإفادة على المجتمع وعلى كل أفراد المجتمع وعلى أفراد العائلة عندكم فردا فردا. من أهم الأشياء اللي بدنا نذكر فيها هي أنه أورام الكولون هي أورام قابلة للوقاية وقابلة للشفاء بأكثرية الحالات. الوقاية هي الأساس، والوقاية بتكون عن طريق إجراء منظار دوري. الحمد لله نحن عايشين بدولة متقدمة اللي هي دولة الإمارات، يلي بتوفر كل سبل العناية والعلاج الطبي لكل المواطنين اللي عايشين فيها. وبالإمارات السبل الوقاية متقدمة عن بقية دول العالم. ليه؟ لأنه نحن بنبدأ بسن مبكرة أكثر عن بقية دول العالم، نبدأ بسن 40 بينما دول العالم تبنى بسن 45، لأنه عم نشوف نسبة من الإصابات عند صغيرين السن، وبالتالي هيدي فيها حكمة. ولما نبدأ المنظار على بكير بنسمح أنه نلقط هيدا المشكلة بمرحلة كتير مبكرة، وهيدا الشيء يؤدي ل
نسبة شفاء كتير عالية. بنصح أي حدا يعني يشوف هاي الأعراض بيروح فورا يعني المستشفى، وإنه حتى لو مغص يعني حتى لو إسهال أي شيء دم أي شيء فورا يتوجه للمستشفى. بالختام أنا طبعا بحب أتوجه لمريضتنا وإلا ألف مبروك، أنت عملتي خيار صح إنك جيتي على مستشفى كليفلاند كلينك أبو ظبي. نحن عملنا واجبنا واهتمينا فيكي والحمد لله على سلامتك وأيامك بالخير، ونتمنى لك الشفاء دايما والصحة دايما ولكل مرضانا. بتوجه بالشكر للدكتور عمار خير والفريق الطبي أنه أنقذوا حياتي، وأنا الحين الحمد لله في صحة وعافية.